جمعت صفات الحسن والشجاعة والنبل، تغنى فيها الأوائل، علقت في وصفها نفائس العرب، أحبها الإنسان فأحبته، جاد بها فجادت به، تحدق عيناها للعالم الجديد، فهي مهرة حديثة تنضم لسلالات من الخيل الأصيلة. تنشأ هذه الأمهار في كنف مركز القادحات بالخيالة السلطانية هنا في صلالة، حاملة في دمائها سلالات عريقة وأصيلة ومحاطة بطبيعة خلابة وأجواء معتدلة. خطة التوليد يعني مبنية على عدة معايير، منها يعني النظر في سلالة الحصان أو الفرس والمراكز المحققة بالنسبة للفحل وكذلك الفرس والمواليد إذا كان مثلا يوجد لديهم مواليد. بالمركز سلالات مختلفة من الخيل، أبرزها الخيول العربية الأصيلة التي تعود أصولها لآلاف السنين ويتم إكثارها من خلال برامج مخصصة. تتم رعاية الأفحل والأفراس التي تم اعتمادها في برنامج التشبيه من خلال الحفاظ عليها وفرزها في مجموعات معينة وإعطاها التغذية المناسبة لها، كذلك الحفاظ على لياقتها من خلال مشاية الخيل وكذلك بين الميادين ونقلها وتمشيتها بين الحقول. الفحص الأولي بالنسبة للفحل والفرس الفحص البدني ثم الفحص البيطري لكي يتم التأكد من أنها خالية من الأمراض المعدية. تحظى هذه المهرة برعاية خاصة قبل فطامها، يراقب الخبراء نموها ويقدمون لها الغذاء المناسب. هناك آلية ممنهجة ومنظمة لهذه لرعاية المواليد من خلال ما قبل الفطام تكون يعني مع الأم وتقوية هذه المواليد من منذ الولادة خلال 6 أشهر، يأخذ منها عينات من الDNA وكذلك تعطى الشريحة التعريفية لها. بعد الفطام تنقل إلى قسم الرعاية العناية بالأمهار ورعايتها والاهتمام بها من خلال أعطاها الغذاء المناسب لتقوية العضل وبناء الجسمانية لمدة تقريبا من 1 إلى 3 سنوات، وهذه حسب الاحتياج، وبعد ذلك تنقل إلى الأقسام المخصصة لها. تكمل المهرة رحلتها بعد ذلك في أقسام التدريب المخصصة لها للمشاركات والمسابقات برياضات الخيل المختلفة. أحمد بن يونس النقبي، تلفزيون سلطنة عمان، صلالة.